بمشاركة 150 مشروعا إنتاجيا. أقامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي معرض إنتاج لإقليم الشمال للعام 2018. هذه المشاريع كانت قد استفادت من خدمات برنامج إرادة، وتستغل المعرض سنويا لعرض منتجاتها وبيعها مباشرة للمواطنين. مراكز تعزيز الإنتاجية إرادة عددها 28 مركز بتغطي كافة محافظات ومدن المملكة، تقدم خدمات مجانية من ناحية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب المتخصص والدعم الفني والتسويق والجودة، خدمات الجودة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنزلية. حتى الآن قدم إرادة أو مراكز إرادة خدمات لحوالي 11,000 مشروع على مدى 15 عام اللي مضوا، وحوالي 6,000 مشروع منزلي. هاي المشاريع المنزلية تنتج منتجات غذائية وحرفية، نتأكد من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات قبل ما أنه نعطيهم الفرصة للمشاركة في المعارض حتى يسوقوا وبيعوا منتجاتهم. الآن الشباب ممكن يستفيدوا من خدمات البرنامج من خلال الويب سايت تبع إرادة أو صفحة الفيسبوك أو مراجعة مراكز إرادة 28 المنتشرة في كافة محافظات ومدن المملكة. الخدمات اللي قدمت ليها إرادة عبارة عن فحص لمنتجاتي بالجمعية العلمية الملكية والبازارات والدورات التدريبية لدعم مشروعي وكيف أني أحرك مشروعي في السوق، كيف أقدر أنزله في السوق. مشروع حرف وإكسسوارات يدوية بلشت مع إرادة، كان بالأول هواية، بعد شوي صار شغل أساسي عندي، بعدين صرت أدرب مع إرادة، أصلاً صرت مدربة معتمدة، دربت مع أكثر من منظمة ومع أكثر من جهة بنفس الإكسسوارات والحرف. يذكر أن المعرض الذي أقيم لثلاثة أيام في إربد اشتمل على مشاريع أفراد من الجنسين ومشاريع جمعيات خيرية وتعاونية من محافظات جرش وعجلون والمفرق.